الله ينور على حضرتك. الفيلم لا هو فيلم تجربه جديده، يمكن حتى اول مره اشتغل سينما مع حمزه العيلي. طبعا وجود نجم اسباني كبير ومعلم جدا امريكي طبعا حاجه جميله جدا ان اتعامل مع الفيلم. حصل ما بيننا كيميا وبيننا وبين بعض جميله جدا، وطبعا ده بيأثر الصناعه المصريه من اول دقيقه. الممثلين اللي جايين بيجوا في الصناعه المصريه ممكن الممثلين المصريين يروحوا بره في السينما الاسبانيه، وده احتمال يبقى في تعاون موجود قريب باذن الله بين احسن لسه دلوقتي، فربنا يسهل. بجسد شخصيتي ايه؟ الكاكا. هو زي ما تقول ايه روب تريب كده، ثلاثه المفروض انا وحمزه العيني ومحمود حافظ بنبقى ماشيين في طريق بيحصل لنا كام موقف كوميدي. مش عايز احرق الفيلم الصراحه. عملك ايه؟ حاليا بصور في فيلم الافطار مع خالد طفلي، وبصور مع دنيا سمير غانم روكي الغلابه. شكرا.